الفلسفة عند الكثيرين كلمة مرعبة مريبة، لمن يعرف ولمن لا يعرف، عبء غير منظور من الجلال القديم ومن سوء الفهم ومن تهاويل التجريد والتعقيد، يشوه وجهها والحدود والملامح، فهي عند بعض الناس كالشيطان بألف حجم وألف وجه. فما بالك بعد هذا بتراث الفلسفة، بالركام المجرور عبر القرون والمتزايد ككرة الثلج، والمشحون بالمفاهيم والنظريات وشطحات الرؤى وغياهب الميتافيزيك. على أن هذا الظلم للفلسفة قديم، الحب المفقود بينها وبين الفهم العام عتيق عتيق، وأبو الفلسفة القديم سقراط شرب من أجلها السم في الكأس، على أنها ظلت على الدوام إغراء كاقتطاف قوس قزح غواية من الغواية. وجاء أفلاطون وأرسطو وفيثاغورس، ثم ديوجين وأبيكور، ثم أفلوطين والآخرون، فحفروا أسماءهم في جباه الناس منذ 25 قرنا إلى اليوم. وحين جاء نصر الله بالفتح وبالعرب المسلمين إلى ديار الشام والعراق ومصر، وجدوا الفكر الفلسفي قد عشش وفرخ، فهو مكتوب بالإغريقية والسريانية والفارسية والهندية، وهو مختلط بالإلهيات والأديان وشطحات التصوف وبالرواسب الوثنية أيضا. وهو إلى هذا كله ومن وراء هذا كله، وبالرغم من تجليه في المنطق وعلم الأخلاق والسياسة وفي الميتافيزيك، شائع الأنفاس في الفلك والهندسة، شيوعه في اللاهوت الديني وفي الطب والنبات، ألم تكن الفلسفة أم العلوم كل العلوم؟ وكما يلتقي النهر بالنهر فيختلط الرافدان ويتصاعد الزبد والرشاش والرذاذ، التقى الإسلام بالثقافات القديمة. كان لابد لحملة القرآن من أن يجادلهم أصحاب الثقافات القديمة وعلوم الأوائل، كان لابد أن يرهقوهم منطقا وجدلا وفلسفة، وكان لابد لأهل القرآن من أن يتعلموا الكلام ليردوا بمثله. قالوا: هكذا نشأ علم الكلام في الإسلام، نشأ من الجدل في الله وفي كتاب الله، ولكنه كان في الوقت نفسه فجر الفلسفة الإسلامية. وجاء سيل الترجمة والتعريف فأدخل مختلف العلوم إلى اللغة العربية، وأدخل الفلسفات القديمة أيضا إلى الفكر الإسلامي. لم يكن بالإمكان تركها خارج الأبواب أو منعها من الدخول في مع موكب أبنائها من العلوم. ويوم كان عصر الترجمة، زمن الرشيد والمأمون والمتوكل، ما يزال في أوج احتدامه وفاعليته، يومها بالذات كان يظهر في الإسلام أول فلاسفة الإسلام، أبو يوسف يعقوب الكندي، الذي كتب في الفلسفة والمنطق والحساب والكرويات والموسيقى والنجوم والهندسة والفلك والطب والأحكام والجدل والنفس والسياسة والطبيعة 240 كتابا تملأ أسماؤها 6 صفحات كبار. وبالرغم من أن الطريق إلى التفكير الفلسفي لم تكن ممهدة ولا مرضية ولا من سبل المال والجاه، وبالرغم من أن سحبا من الارتياب والشك كانت ترافق السالكين فيها، تقطع عليهم الدروب وترميهم بالزيغ وبالنظر الشذر إن لم تصل إلى الكفر وإلى سيف الجلاد، بالرغم من ذلك، كله، فإن الفكر الفلسفي الإسلامي تابع طريقه، ماذا أعطى؟ أعطى الكثير. في التراث اليوم عشرات الألوف من الصفحات تتراقد فيها كلمات المصطلح الفلسفي بكل سطر: الهيولة والماهية والوجود والواجب الوجود والإستقص والزمان والكمون والقدم والحدوث والإثبات والنفي والعدم، جوهر عرض حركة ناموس نفس روحاني إلى آخره، كم وكيف جزئي وكلي، علة ومعلول، لا نهاية لا أدرية. هل أطلت؟ إني إنما أتحدث وعيني ترمق على الخشية والتوجس، أساتذتنا ضيوف هذه الحلقة. فالفلسفة هيكل مرصود وأنا منه أمام أحباره والسدنة. الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا، رئيس قسم الفلسفة بجامعة الكويت، والدكتور إمام عبد الفتاح زميله في تدريس الفلسفة الإسلامية في هذا القسم نفسه من الجامعة. دكتور إمام، في تاريخ الفلسفة الإسلامية جماعة غامضة عاشت في هالة من السر وأضاعت الأيام من بعد أخبارها إلا اللمم،
نعرفها باسم إخوان الصفا وخلان الوفا، وقد تركت لنا مجلدا ضخما كتبت فيه موسوعة الفكر في ذلك العصر، كتبتها في رسائل عرفت برسائل إخوان الصفا. هل نتحدث عن هذه الرسائل إذا شئت؟ إخوان الصفا وخلان الوفاء مدرسة فلسفية إسلامية ظهرت في القرن الرابع الهجري، وهي كما تفضلت سيادتكم جماعة غامضة سرية لا يعرف بالضبط الهدف من تكوينها ولا أسماء الأعضاء في التكوين ولا ماذا كانوا يفعلون أثناء هذه الاجتماعات، لأنهم رفضوا أن ينضم إليهم أحد من الغرباء. يختلف المؤرخون في تحديد الغاية والهدف من تشكيل هذه الجماعة، فالبعض يذهب إلى أنها جماعة شيعية إسماعيلية كانت تهدف أساسا إلى إثارة الجماهير ضد حكم العباسيين، وتخفت حتى لا تنالهم سلطة الدولة العباسية، والبعض الآخر يرى أنهم مجرد مجموعة من المفكرين الأخلاقيين الذين هالهم ما وصل إليه حال المسلمين في ذلك الوقت من فساد واضطراب، فأرادوا أن يعمدوا إلى إصلاح المسلم في الدنيا من حيث الدنيا ومن حيث الدين أيضا. فهذه هي الغاية من تكوين هذه الجماعة السرية. إذن فما الغاية من كتابة الرسائل وما عددها؟ الحقيقة هو في البداية كان يعني كيف تكونت الجماعة، لم يكن يسمح للفرد الخارجي أن ينضم إليها، لكن هم الذين يختارون العضو فيرسلون مندوب عنهم، فلان اخترناه فيجلس معه ويتناقش ويقنعه بالانضمام إلى الجماعة. كان هذا عندما كانت الجماعة في بدايتها الأولى في البصرة في بغداد، ثم اتسعت فوجدوا أنه من المتعذر إرسال مندوب إلى يعني كافة من يقع عليه الاختيار، فاستعاضوا عن الاتصال المباشر بكتابة رسائل تصف يعني فلسفتهم وتعاليمهم وأغراضهم إلى آخره، ويرسلونها إلى من يقع عليه الاختيار، ويطلبون من المندوب في هذه المنطقة مراقبة أثر هذه الرسائل على العضو المختار، هل تقبلها قبول حسن، هل مزقها، هل عنده نية في الانضمام، فإن مزقها لا يعود إلى الاتصال به مرة أخرى. فالرسائل كتبت لكي يشرحون يعني هذه الفلسفة أو هذه التعاليم التي أجمعوا عليها لمن يقع عليهم الاختيار في أماكن بعيدة. أما العدد فعددها بصفة عامة 51 رسالة، تضاف إليهم رسالة أخرى هي فهرس يبقى 52، ثم رسالة يسمونها رسالة الجامعة عبارة عن ملخص للمبادئ الأساسية للرسائل، فهي إذن 53 رسالة. نعم. ترى هل قسموها يا ترى إلى أقسام حسب العلوم باعتبارها موسوعة؟ نعم، قسمت حسب الموضوعات المختلفة التي تعرض لها هذه الرسائل، قسمت إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى عن الرياضيات وتقع في 14 رسالة، وفيها تأثر شديد بالفلسفة الفيثاغورية، فيها حديث عن العدد والحساب بصفة عامة والهندسة والنجوم والموسيقى إلى آخره. ثم المجموعة الثانية عن الطبيعيات، والعدد هنا 17 رسالة، وهم فيه هنا يتأثرون بأرسطو، ويعني أنا بقول التأثر ده لأنه مهم، لأنه في هذه الحالة سوف يجمعون تاريخ الفلسفة بأسرها. جميل. في الطبيعيات تأثر بأرسطو، حديث عن المادة والصورة، عن الهيولة، عن إلى آخره، عن الحيوان. المجموعة الثالثة عن النفسانيات، وفيها تأثر بالأفلاطونية الجديدة أو الأفلاطونية المحدثة،
وعددها 10 رسائل، ثم المجموعة الأخيرة عن الإلهيات وعددها 11 رسالة، تصبح الرسائل كلها 52 رسالة، وهي حاوية لكل الفلسفة، يعني هي صورة للحياة العقلية لا فقط في القرن الرابع الهجري للحياة العقلية الإسلامية، وإنما للحياة العقلية للإنسان، لأنها جمعت أيضا الكثير من الفلسفة اليونانية. يا ترى ما هي بحسب رأيك طبعا قيمة هذه الرسائل ومدى أهميتها بالنسبة لتاريخ الفكر الإسلامي والتاريخ العالمي؟ والله هذه الرسائل الحقيقة في غاية الأهمية لعدة أسباب. أولا أنه زي ما كنا بنقول دلوقتي هي موسوعة فلسفية حاوية للحياة العقلية للإنسان، يعني فيها أفلاطون وفيها أرسطو وفيها الفيثاغورية وفيها إلى جانب الفلسفة الإسلامية. ثم لأول مرة تجد الموسوعة الفلسفية تتحرك إلى الناس، يعني المعتاد أنه أنا أطلب الفلسفة أروح ألتحق بأكاديمية أفلاطون أو بمدرسة أرسطو إلى آخره، لكن بالنسبة لإخوان الصفاء كانوا هم الذين يذهبون إلى الناس فيرسلون الموسوعة، موسوعة متحركة إلى الجماهير. ثم من ناحية تانية كتبت هذه الموسوعة بطريقة مبسطة بلغة بسيطة جدا يفهمها الإنسان العادي، فهي من هذه الناحية وربما أحسن وصف الحقيقة للرسائل وصف إخوان الصفاء نفسهم لهذه الرسائل، بيقولوا إنها أشبه ما تكون ببستان عند رجل كريم يفتح الباب ويقول للناس تفضلوا اخطفوا زهرة، ريحانة، تفاحة. إذا هل نستطيع أن نقطف زهرة من هذا البستان إذا شئت؟ شيء من طرائفه، من الطرائف الجميلة جدا في الرسائل في المجموعة الثانية فكرة طريفة، ثورة الحيوان ثار على الإنسان وطلب محاكمة هذا الإنسان لأنه مستبد وبيستعبده وعامل نفسه إله على الحيوانات، وده غير صحيح يعني، واشتكوا لملك الجان، وملك الجان عمل جلسة طويلة وصنوف الحيوانات جاءت إلى هذه المحكمة وكل يدلو بدلوة ويقول حججه، والإنسان يقول أجوبة، فهو يقول إن أنا فعلا أفضل منهم، فالحيوانات ترد أفضل في إيه؟ ده إحنا من الحيوانات حاسة الشم أكثر دقة من الحاسة بتاعتك، الإبصار أكثر دقة من الحاسة بتاعتك، يقول له العقل، يقول له ده ترتيب الموجودات، يعني ما فيش إلى آخره. وبيقال إنه هذه المحاكمة برضو صورة من الصور الرمزية السرية الباطنية لما يريد الإخوان الصفاء أن يقولوا للناس، ثوروا على العباسيين، هم بيستعبدوكوا ليه؟ هم ما هماش آلهة، مش أحسن منكم. فهي نوع من أنواع الإيحاء الرمزي للثورة السياسية ضد الحكم العباسي. شكرا أستاذ الكريم. أيها الإخوة، لقد توالى الفلاسفة قبل إخوان الصفا وبعدهم أيضا، جاء ابن الرواندي والفارابي ومسكويه ويحيى بن عدي وأبو سليمان المنطقي السجستاني والبيروني وأبو بكر الرازي وابن سينا قطبهم الكبير، إن لم نذكر مواكب المتصوفة ذوي الجباب الخشنة والعيون الضائعة في الآفاق. توالى الفلاسفة أقاموا التراث الفلسفي الإسلامي كما يحبون، تكلموا في المعرفة وفي ما وراء الطبيعة وفي الأخلاق والنفس، حاولوا بخاصة أن يقيموا الوفاق بين العقل والنقل، بين الفلسفة والدين في الألوهية والنبوة وخلود النفس. وأخيرا جاء واحد من هؤلاء أنفسهم فمشى طرق الفكر بكل دروبها فلسفة وعقائد وتصوفا وفكرا دينيا، ثم عاد يهدم الفلسفة بالفلسفة نفسها ويكتب كتابا في تهافت الفلاسفة. هذا المفكر البارز هو حجة الإسلام أبو حامد الغزالي المتوفى في مطالع القرن السادس للهجرة سنة 505. هل يحدثنا أستاذ دكتور فؤاد زكريا عن هذا الرجل وذلك الكتاب تهافت الفلاسفة؟ الواقع أنه كتاب التهافت زي ما حضرتك تفضلت هو كتاب ظهر بعد رحلة طويلة للفلسفة، يعني بعد الفترة أو المرحلة التي تحدث عنها الدكتور إمام،
حصلت تلك التطورات الهامة جدا والمتعاقبة للمغامرة الفلسفية في العالم العربي والعالم الإسلامي. وهذه المغامرة في الواقع لا نستطيع أن نفهم رد الفعل عليها عند الغزالي إلا إذا ذكرنا كلمة ولو موجزة عن كيفية بدايتها، لأنها زرعت فكر كان مفروضا أن هذا الفكر ينتمي إلى حضارة وثنية، ده شيء مهم أوي، اللي هو الحضارة اليونانية، زرعته في قلب العالم الإسلامي وفي البداية على قلب الفكر موحد يعني بلا حساسيات. ده الشيء اللي يلفت النظر أنه في القرون الأولى للدعوة الإسلامية وفي الفترة التي كانت فيها الحماسة على أشدها، وجدنا أن الكتب ترجمت بتوسع وبحماسة، ولم يقل أحد أن هذه مصدرها حضارة من نوع مختلف أو من عقيدة مختلفة أو بلا عقيدة على الإطلاق إلى آخره، لأن كان الهدف في ذلك الحين هو أن نعرف من أي مصدر كان، ولم يكونوا يخافون على عقيدتهم لأن عقيدتهم كانت في الواقع أقوى من أن يزعزعها النقل من هذا المصدر أو ذاك. واستمرت المسألة بهذا الشكل في المراحل الأولى القرون الأولى، وبطبيعة الحال كان هناك نوع من المقاومة أو نوع من التململ، ولكن لم يكن يعني مصرحا به كما يجب، إلى أن وصلنا للمرحلة التي جاء فيها أبو حامد الغزالي، وهذا كان في القرن الخامس الهجري، القرن الحادي عشر الميلادي. دي تعتبر طبعا مرحلة متأخرة نسبيا في تاريخ الحضارة الإسلامية، ومن المعروف أن في هذه الفترة كان يعني بداية التدهور في المشرق، إن لم يكن يعني معالمه قد ظهرت إلى حد كبير. في هذه المرحلة بدأ الغزالي رحلته في ميدان الفلسفة، ومن المهم أن نعرف أن الغزالي عندما بدأ متحمسا للفلسفة ودرس على أفضل المتكلمين في عصره، المتكلمين الذين كانوا يركزون على الجوانب الفلسفية في الأصول الإسلامية. إنما من يطلق عليهم اسم الفلسفة هم الذين كانوا يركزون على الكتب المترجمة من الأصول اليونانية بالذات. ففي رحلة الغزالي هذه شرح لنا في كتاب المنقذ من الضلال، وهو من أجمل الكتب لاعترافات في تاريخ الفلسفة، اعترافات الفكرية، الاعترافات الفكرية يعني، كيف أنه بدأ بحماس شديد للفلسفة، ولكنه بالتدريج بدأ يتشكك بها، ثم كيف استبد به الشك إلى أن كاد يشك في كل شيء، وهو يتحدث عن هذا حديثا صريحا، واستمر في مرحلة الشك هذه إلى أن أنقذه الله منها بنور إلهي. وهذا مهم، أنه كيف تم الإنقاذ أو كيف تم الخلاص من هذا الشك؟ النور الإلهي. وده ملفت للنظر، لأنه الغزالي برغم انتقاده للصوفية، يعني الصوفية إحدى الطوائف أو إحدى الفئات التي وجه إليها الغزالي انتقاده في كتاب التهافت، كانت لديه لمحات صوفية قوية جدا، بل إن البعض يعتبره من بين الصوفية. ما هي أهم الموضوعات أستاذي التي تناولها الكتاب بشكل عام؟ واضح طبعا أنه ما دام عنوان الكتاب هو تهافت الفلاسفة، يبقى الهدف منه أن يبين الغزالي أو يكشف عن طريق تفكيره بعد أن تخلص من هذا السحر، ما كان يعتبره سحر سحراً، اللي هو إيه الفكر الفلسفي. لكن من المهم أن ندرك أنه انتقد هذا الفكر الفلسفي من قلب الفلسفة، يعني هناك من ينتقدونه من بعد بدون تعامل معه، أو يسمعوا كلمة من هنا وكلمة من هناك فيوجهون الانتقادات بدون فهم وبدون دراسة متعمقة. لكن حالة الغزالي كانت مختلفة، الغزالي قرأ الفلسفة جيدا ودرسها كأحسن ما تكون الدراسة، وكأنه أراد أن يفهم العالم،
إلى أي مدى وصل في معرفة الفلسفة فألف كتاب مقاصد الفلاسفة لهذا الغرض. وقال والله أنا يعني عملت اللي علي وعرضت بكل ذمة وأمانة ما يريد الفلاسفة أن يقولوا. وبعد ذلك عندما تحرر من تأثيرهم ألف كتاب التهافت. فبين الخلاف بين الفلاسفة وبين الدين أو العقيدة في 20 مسألة. كان الغزالي يعتقد أنه في جوانب معينة لا يوجد خلاف، أنه نحن نستطيع في بعض المسائل الفلسفية أن ندرسها دون أن يكون علينا في ذلك أي حرج من ناحية العقيدة. مثلا دراسة المنطق لا غبار عليها في نظر الغزالي، لأنه سلاح، مع أن بعض برضو الآخرين قالوا أيضا أن المنطق يؤدي إلى تزندق إلى آخره، لكن في نظر الغزالي لا. إنما الاحتكاك يأتي في تلك المسائل التي يتناولها الدين أساسا، وهي الطبيعيات والإلهيات. في هذه المسائل يحدث الاحتكاك بين التراث الفلسفي اليوناني وبين العقيدة الإسلامية. فهو على أي حالات عدد 20 مسألة، معظمها في الطبيعيات، 4 منها فقط في الإلهيات. وقال إن الفلاسفة يعني أقرب ما يكون إلى أنهم أتوا ببدع في هذه المسائل، لكن في 3 مسائل بالذات كفر الفلاسفة فيها. وهذه المسائل هي قدم العالم أو أزليته، ثم العلم الإلهي، هل العلم الإلهي يحيط بالكليات أم أيضا بالجزئيات، وأخيرا الحياة الأخرى، هل العودة أو المعاد في الحياة الأخرى يكون بالأجساد أم بالروح فقط. في هذه المسائل وجد أن بعض كتابات الفلاسفة وخصوصا الفارابي وابن سينا تصل من وجهة نظره إلى درجة التكفير. شكرا أستاذ الكريم. حقيقة أيها الأخوة المشاهدون، استمعتم إلى حديثين في بعض كتب التراث الفلسفي في المشرق، وقد تتساءلون ألم يكن للفلسفة من سوق في المغرب الإسلامي؟ بلى، لقد كان، وإن تأخرت بعض التأخر في الظهور. هناك في الأندلس ظهر ابن مسرة ومدرسته في الأفلاطونية الحديثة، وظهر ابن السيد البطليوسي وابن باجح، وظهر ابن الطفيل وابن رشد المتعاصران. دكتور إمام، نقف عند ابن الطفيل قليلا إذا شئت. لقد ولد هذا الرجل في الأندلس مطالع القرن 6 هجري، أي بعد وفاة الغزالي بسنة، وكان فلكيا، طبيبا، فيلسوفا، عاش في غرناطة وتوفي في مراكش بعد 75 سنة من العمر، وترك لنا بينما ترك كتابا من أطرف كتب الفكر الفلسفي، كتاب حي ابن يقظان. فهل يحدثنا الدكتور إمام عن هذا الكتاب؟ كتاب حي ابن يقظان لابن طفيل قصة فلسفية رمزية تستهدف أساسا إعطاء فكرة ابن طفيل، أو ابن طفيل يريد أن يدلي برأيه في مشكلة كانت تؤرق الفلاسفة باستمرار، وهي مشكلة اتفاق الفلسفة مع الدين أو العقل مع النقل. هل يمكن أن يكون هناك اتفاق بين العقل البشري والوحي الإلهي؟ أراد ابن طفيل أن يجيب عن هذا السؤال، فوضع قصة، هي القصة المشهورة عن حي بن يقظان، تصور حي بن يقظان هو رمز الإنسان الذي يريد بعقله الخالص المتحرر من قيود المجتمع ومن قيود الثقافة والمعارف تماماً، بعقل الطبيعي يعني. نعم، عارف مسبقاً. نعم، هذا الإنسان في استطاعته أن يصل إلى الله. فهي قصة حي بن يقظان رحلة الإنسان إلى الله، رحلة الإنسان الطبيعي الذي لم يتأثر وبذاته ومن ذاته. نعم نعم. يعني يمكن أن نعطي فكرة بسيطة، فكرة عن هذه القصة، هذه القصة لأنها في الواقع فيها نوع من أنواع الحبكة المنطقية، مش بس الحبكة القصصية. يعني هو لا يأخذ حي بن يقظان من المجتمع،
وإنما يفترض أنه نشأ في جزيرة نائية. كيف نشأ؟ يعطينا احتمالين. الاحتمال الأول، إما أن يكون قد نشأ من التوالد الذاتي، ودي طبعا يعني فكرة كانت تعجب جدا أصحاب التطور وأفكار التوالد الذاتي، لأنه بيقولوا نشأ من الطين، مجموعة من العوامل العناصر الطبيعية أنشأت هذا الطفل. أو في احتمال آخر هو برضو بيعرضه، أنه جاء من جزيرة مجاورة، من أميرة تزوجت سرا وأخفت هذا الزواج، ثم وضعت الطفل في صندوق في تابوت وصارت به المياه على طريقة موسى إلى الجزيرة. على أي حال الطفل رضيع في جزيرة مهجورة، لا مجتمع ولا يعرف شيئا ولا وليس حوله إنسان. تسمع يبكي طبعا لأنه يجوع، فتسمع صوت البكاء إحدى الظباء، غزالة مات ولدها حديثا، فتظنه هو. وده نوع برضو من أنواع السير المنطقي، أنه مش مجرد أنها شفته، لا ده هي فقدت ابنها فظنته هذا الطفل فذهبت إليه، حتى تستطيع إرضاعه وأخذت ترضعه إلى أن نما وطلعت له أسنان، فأخذت تسير به إلى حيث الثمار، ويسير بنا رويدا رويدا، يبدأ في تقليد الحيوانات، كيف يتعلم يقلد الحيوانات من حوله، ويرى أنه الحيوانات لها وبرة أو لها ريش أو لها كذا، فيبدأ يقلدها يعمل زيها، فيجيب يجمع شوية أشياء لكي يغطي جسده. باختصار فجأة بيرى أنه الغزالة الأم دي بتموت، ودي بداية الفكر الفلسفي بقى. بيعجب إيه اللي حصل، يعني كان بيناديها بصوت مألوف بتجيله، دلوقتي ما بتردش عليه. من خبرته بيقول أن أنا كنت أضع يدي على عيني فتحجب الرؤية، أضع أصبعي في أذني فلا أسمع. فيبدأ في بحث الحواس الظاهرة، العين، الأذن، في جثة الغزالة، فلا يجد فيها عيب، يشق الصدر ويبدأ في البحث في القلب، ويشق بقطعة من الحجر المصقولة، ويبدأ في القلب وفي دراسة الصدر وما فيه من قلب وحرارة، فيكتشف أنه كانت هناك حرارة اختفت، فيأتي بحيوانات حية ويقوم بعملية تشريح فيها، لاحظ إجراء التجارب لكي يصل إلى فكرة. فباختصار يرى أنه فيه نوع من أنواع البخار الخفيف الحار بيصعد من القلب عند الوفاة، عندما يشرح جثة، عندما يشرح حيوان حي، فيعتقد أنه هذا الكائن الخفيف هو ما نسميه بالنفس أو الروح، أو هي التي تسبب الحياة، فعندما تفارق البدن يموت الكائن الحي. ويسير رويدا رويدا دراسة الحيوانات، الأشياء اللي حوله في الجزيرة، ما يسمونها في الفلسفة بما تحت فلك القمر، إلى أن يصعد إلى ما فوق فلك، يدرس النجوم، ثم يصل في النهاية إلى الله، وعن طريق نوع من أنواع الكشف والمشاهدة الصوفية، لأنه بيقعد حوالي 40 يوم معتزل تماما وفي زهد وتصوف. هنا يعطينا ثلاث طرق للمعرفة في هذا الطريق الطويل في الوصول إلى الله، يبدأ بالحواس، المعرفة الحسية، ثم الاستدلالات العقلية، المعرفة العقلية، وينتهي في النهاية إلى أن الحكمة تأتي عن طريق الكشف أو الحدث. أستاذي، ما هي مرة أخرى قيمة هذه القصة من الناحية الفكرية؟ هذه القصة في الواقع يعني يمكن نقول ونحن يعني مطمئنين تماما أنه من الكتب التي يعني حظيت باهتمام بالغ في المكتبات الأوروبية. يعني أنا أدي لسيادتك فكرة مثلا عن الترجمات اللي ترجمت إليها هذه القصة، ترجمت في البداية إلى اللغة العبرية، ثم ترجمت إلى اللغة اللاتينية مرتين، ثم ترجمت إلى اللغة الإنجليزية 4 مرات، ثم ترجمت إلى اللغة الألمانية 3 مرات،
ترجمت إلى الأسبانية مرتين، ترجمت إلى الفرنسية. كثير من الفلاسفة وقفوا على هذه القصة واهتموا بها. لايبنتز مثلا الفيلسوف الألماني كان يعجب بها جدا، كان لها أثر هام، ويقال أنه قرأها ديفو قبل أن يكتب قصة روبنسون كروزو الشهيرة، رغم أنها أكثر عمق وأكثر اتساق من قصة روبنسون كروزو، لأن روبنسون كروزو جاء من مجتمع فهو يحمل خبرات مجتمعه، أما هنا فيبدأ بداية طبيعية تماما. لا شيء. نعم. شكرا أستاذ الكريم. أيها الإخوة، حي بن أقضان نموذج يكاد يكون فريدا في تاريخ الفلسفة الإسلامية في الطرافة والعمق الفكري. وهذا الرجل الرمز حي الذي اتخذه ابن الطفيل مشجبا يعلق عليه آراءه الفلسفية، وإن ظل من دنيا الوهم ولم يستطع أن يكون حيا أبدا، إلا أنه أخذ مكانه الكامل في دنيا الفلسفة وتوج صاحبه فيلسوفا. أما الفيلسوف الأكبر في تاريخ الأندلس وثاني اثنين في الفلسفة الإسلامية مع ابن سينا فهو دون شك ابن رشد. أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي أو أفيروس كما يقول الغربيون، إنه المعلم الثاني بعد المعلم الأول أرسطو، كذلك كانوا يدعونه. كان الطبيب، الفقيه، القاضي، الفلكي، الفيلسوف في وقت واحد. كتابه الكليات ظل إنجيل الطب في أوروبا عدة قرون. وأما في الفلسفة فقد أضحى المفرد العلم وكتب فيها الكثير، ومن باب الفلسفة أتته النكبة، وقعت النفرة بينه وبين الخليفة الموحدي أبي يعقوب الذي حرم تدارس الفلسفة وعلومها. وفي غمرة الاضطهاد المشتغلين بها عقد لابن رشد مجلس من الفقهاء حكم عليه بالمروق والزندقة، وجرد من منصبه في القضاء، ونفي من قرطبة، وأحرقت كتبه، ولم يكد يرضى الخليفة عنه ويستدعيه إلى مراكش حتى مات هناك أواخر القرن السادس عن قرابة 70 سنة. دكتور زكريا، لقد تحدثنا عن كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة، ولكن ابن رشد كتب ردا على هذا الكتاب بعنوان تهافت التهافت، وما دمت حدثتنا عن الأول فهلك أن تحدثنا عن الثاني؟ في الواقع أن الكتابين متكاملين تماما، وهما يمثلان معا وجهين للطريقة التي استقبل بها التراث الفلسفي اليوناني في العالم الإسلامي. بل أنا أقدر أقول أكثر من ذلك، أنه موضوع ابن رشد وكتاب تهافت التهافت وثيق الصلة أيضا بموضوع ابن طفيل، لأنه ابن رشد كان تلميذا لابن طفيل وعاش في نفس القرن وفي نفس البيئة، عاش في القرن السادس الهجري 12 الميلادي، وفي نفس البيئة الأندلسية، وكان له تأثير مماثل ليس على أوروبا الحديثة وإنما على أوروبا فيما قبل عصر النهضة، لأنه بلا شك أن كتاباته كانت أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى النهضة الأوروبية. فمن عنوان كتاب التهافت، تهافت التهافت، نستطيع أن ندرك أن ابن رشد كان هنا يحاول أن يدافع عن الفلسفة ضد ذلك الهجوم الكاسح الذي شنه عليها الغزالي. الغزالي بشخصيته الضخمة ومنطقه السليم الذي نبع كما قلنا من قلب الفلسفة ذاتها، كان خطرا شديدا يهدد الفلسفة. ابن رشد كان تلميذا مخلصا لأرسطو، فكان عليه أن يدافع عن الفلسفة، ولكنه لم يكن مجرد تلميذ ولم يكن مجرد شارح، وإن كان هو أحد المفكرين القلائل الذين تمكنوا من إفهام أرسطو للأوروبيين أنفسهم. يعني ابن رشد هو الذي شرح أرسطو لهم، وكثير من غوامض أرسطو بل كثير من كتبه المجهولة لم يعرفها الأوروبيون إلا من خلال ترجمتهم لكتب ابن رشد عندما ترجموها إلى اللاتينية.
يعني عرفوا أرسطو لاتيني، ما عرفوش أرسطو يوناني. نعم. كما كان المفروض أن يحدث. أو عرف أرسطو الابن رشدي. آه كده. نعم. بعد لفة نعم. وبعد دورة نعم. طويلة. فابن رشد كان في الوقت ذاته مسلما بمعنى الكلمة، ولذلك في محنته هذه التي تفضلت بالإشارة إليها كان إلى حد كبير مظلوما، ولكنه لم يكن يستطيع في الوقت نفسه أن يتجاهل الحقيقة الفلسفية. كان الفلاسفة في نظره أناس يبحثون عن الحق، فلماذا يقال إن إنهم يتعارضون مع الدين أو إن تعاليمهم تتعارض مع الدين؟ إذا كان الدين أيضا يريد أن يهدي الإنسان إلى الحق وإلى الفضيلة، والفيلسوف أيضا يبحث عن الحق وعن الفضيلة، فلماذا يقال بوجود تعارض بين الاثنين؟ هل هذا هو موقفه من التراث اليوناني؟ آه. بهذا المعنى؟ طبعا. ولذلك الكتب الأصيلة عند ابن رشد، الكتب التي لم تكن شرح لأرسطو وإنما كانت عرض ل يعني طريقة هضم ابن رشد وطريقة استيعابه للفلسفة وفي علاقتها بالدين، كانت تتناول هذا الموضوع، مثل كتاب فصل المقال ومثل كتاب الكشف عن مناهج الأدلة وأخيرا هذا الكتاب الذي نعرض له الآن. في تصور ابن رشد أننا نستطيع أن نوفق بين العقيدة والفلسفة أو بين العقل والنقل عن طريق تأكيد أن الحقيقة فيهما واحدة، وهذه طريقة في التوفيق ربما هذا يعني موضوع فصل المقال. نعم. فيما بين الحكمة والشريعة ربما يعني هناك من يوفقون بين الاثنين بطرق مختلفة فيقولون إن هذه حقيقة وتلك حقيقة، لكن في حالة ابن رشد كان يقول إن الحقيقة في الاثنين واحدة، كل من في الأمر إنها يعني على مراتب أو لها درجات. فالذي ساعده على هذا هو أخذه بمبدأ التأويل في الدين. أيوه. إنه في القرآن آيات متشابهات لا يقدر عليها إلا الراسخون في العلم، حسب نص الآية. نعم. الراسخون في العلم. فهو كان يعتبر إن الفلاسفة هم هؤلاء الراسخون في العلم. إذن فمن حق الفيلسوف بموجب النص القرآني ذاته أن يفسر وأن يشرح، وخصوصا أنه كانت هناك آيات تصعب على عامة الناس وللفيلسوف ذاته أن يدلي بدلوه فيها. ما هي بوجه عام أهم نقاط رد ابن رشد على الغزالي؟ في الواقع أنه طبعا ابن رشد تناول 20 مسألة. أيوة. التي يعني اعتقد الغزالي بمخالفة الفلاسفة فيها للشريعة، تناولها واحدة واحدة. بطبيعة الحال من الصعب أن احنا نتعقب هذه المسائل 20، لكن يمكن أن نشير إلى أهمها. يعني على سبيل المثال مسألة قدم العالم أو أزليته، هذه كانت فكرة أساسية عند أرسطو. أرسطو كان يقول بقدم العالم، وابن رشد لم يكن يستطيع أن يتخلى عن هذه الفكرة بسهولة، ولكنه في الوقت نفسه لم يكن يستطيع أن ينسلخ عن تراثه الإسلامي. نعم. فهو قال بأن الله صانع العالم، هذا أمر لا شك فيه، ولكن المهم كيف نفهم فكرة الصنع. هل هي الخلق من العدم أم أنها تشكيل لمادة كانت موجودة من قبل؟ انحاز ابن رشد للرأي الأخير، وهو اعتقد أنه بهذا الشكل وفق بين الفكر اليوناني وبين الفكر الإسلامي، ولكن في واقع الأمر نستطيع أن نرى أنه كان في ذلك أقرب إلى الفكر اليوناني، لأنه يعني فكرة الخلق من العدم تكاد تكون فكرة أساسية في العقيدة، هي لم تفصل ولكنها موجودة. أما ابن رشد فيقول حسب ما يعتقد أنه لا توجد نصوص تقول إن الله كان موجودا في وقت كان فيه العالم معدوما، وبالتالي
يكون معنى الخلق هنا هو إعطاء ذلك الكمال وتلك الصورة البديعة التي كانت عليها مادة خام لا شكل لها ولا لون ولا قيمة ولا جمال. هكذا كان يتصور ابن رشد هذه الفكرة، وبطبيعة الحال قد يكون هذا من أسباب المحنة التي مر بها. نفس الشيء أو نفس المنطق في التفكير قاله في فكرة المعاد أو حشر الأجساد، لأنه حاول أن يوفق مرة على أساس أنه أو يلفق فكرة في أساسها أخلاقية، وكان يهمه الجانب الأخلاقي، ولذلك قال إن الفيلسوف لا يستطيع أبدا أن يغفل عن القيمة الكبرى لفكرة الحشر حتى ولو كانت بالأجساد. طيب أستاذي، لو سألنا ما هي القيمة التراثية لهذا الخلاف بين وجهتي نظر الغزالي وابن رشد؟ هذا في الواقع شيء مهم، لأنه الذي يهمنا في هذا هو أن لدينا نموذجين لكيفية قبول التراث الفلسفي. أحد هذين النموذجين هو الغزالي، وهو يرفض أقوال رئيسية في الفلسفة، وأهم ما في حججه هو العودة إلى النص القرآني. فهذا نموذج في التفكير، وبلا شك هذا النموذج ظل مسيطرا على الفكر الإسلامي بعد الغزالي بقرون عديدة، وخصوصا أنه يعني شخصية الغزالي كانت آخر الشخصيات الكبيرة التي يعتد بها في هذا. أما ابن رشد فلأنه كان أرسطيا أكثر مما يجب، فإنه لم يترك تأثيرا في المشرق بقدر ما ترك تأثيره في المغرب، ثم منها إلى أوروبا. يعني نستطيع أن نقول إن الغزالي أصبح هو الشخصية المهيمنة في القرون اللاحقة، بينما صدر ابن رشد إلى الخارج، استوردته أوروبا، ويعني استعانت به وسرت به كثيرا، وكان كما يعلم الجميع أحد المنابع الرئيسية التي انبثقت منها النهضة الأوروبية. المعلم الثاني. صحيح. شكرا أستاذي الكريم. وبعد، أيها الإخوة، هل تحدثنا فعلا عن تراث الفلسفة الإسلامية؟ ما لامسنا ولا الجلد منها. إنها المحيط الذي إن أبحرت فيه فلا شاطئ من بعد. وذلك الكون الفكري الذي خلفه الفلاسفة المسلمون كان رغم اختلافهم فيما بينهم ورغم صراعاتهم الجانبية مع أهل الفقه والحديث والتورع، كان يشكل وحدة فكرية تعطي الفكر الإسلامي أصالته وطابعه المميز الواحد. ولم يكن ذلك التراث جدلا في الفراغ، في فراغ الكلمة، ولكنه كان جهادا للوصول إلى الحكمة، إنها ضالة المؤمن. كانوا يريدون الوصول إلى سبيل الله عن طريق العقل والفكر، والطرق إلى الله شتى. وكانوا يريدون الارتفاع بالإنسان عن طريق العقل ليكون إنسانا، والطرق للهبوط به إلى الحيوانية عديدة عديدة. ترى هل أفلحوا؟ ترى هل أخفقوا؟ الله أعلم. ولكن أليس حسبهم أنهم حاولوا الحكمة وأنهم أخلصوا المحاولة؟ مرة أخرى الله أعلم.